بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معانا في انستيزيا بيجنر كورس. انا دكتوره دعاء كمال، مدرس تخدير في جامعه عين شمس، وان شاء الله النهارده محاضرتنا عن الانترا اوبريتيف مونيتورنج هتنقسم ان شاء الله الى جزئين. اول حاجه حابين نقول ان الانستيزيا بتنقسم الى ثلاث مراحل، وهي عباره عن اندكشن اوف انستيزيا ومينتنس وريكفري، وفي رواية أخرى كوفي وإندكشن ومينتنس وريكوفري وكوفي. طيب المينتنس أوف أنستيزيا دي بتتكون من أربع حاجات رئيسية، أربع كورنرستونز رئيسية: مينتنس أوف أنستاتيك إيجنتس، إنترا أوبرتيف مونيتورينج اللي هو موضوعنا النهاردة إن شاء الله، وكنترول ميكانيكال فنتيليشن وفلويد مانجمنت أند بلود ترانسفيوجن. طيب دي صورة عندنا هنا كده من قديم الأزل بتورينا ازاي ان هم زمان جدا كانوا بيعملوا مونيتورينج طول العملية، ان هم حاطين ايدهم على الراديال بولسيشن و observing البريثينج باج الرابر السودا اللي هي كانت بتيجي بنشوفها في الأفلام الأبيض واسود. طيب ايه قيمة ان احنا نقول الكلام ده؟ قيمته ان احنا نستريس قد ايه على حاجه، نقطه مهمه جدا هنقولها كذا مره النهارده وهناكد عليها، ونستريس هي قد ايه مهمه، اللي هي كلينيكال جادجمنت وكلينيكال اسسمنت وكلينيكال سنس بتاعنا قد ايه هو مهم، وقد ايه ان هو اهم من الديجيتال مونيتورز بتاعتنا، وان الديجيتال مونيتورز مش معموله علشان نلغي الكلينيكال سنس بتاعنا. فدي نقطه هناكد عليها كذا مره النهارده. طيب احنا ليه محتاجين الانترا اوبرتيف مونيتورنج؟ يعني لازم نبقى عارفين ان احنا انترا اوبرتيف محتاجين تو مينتين البيشنت فايتال ساينز اول ذا تايم والنورمال فيسيولوجي بتاع العيان ثرو اوت الاندكشن والمينتنس والريكفري. محتاجين ان احنا طبعا عارفين ان احنا دلوقتي عارفين ان السيرجري قد ايه، السيرجري والاندوتريكيال انتيبيشن وكل البروسيجرز بتعرض العيان لسيفير ستريسفل كونديشنز، بتعرضه لسيفير سمباتيك ستيميليشن، سيفير هايبرتنشن، تاكيكارديا، اريثمياز، الانتيبيشن برضو ممكن يعمل سيفير براديكارديا. عارفين ان معظم الاي في والانهيليشن انستاتيك ايجنتس والريجنال انستيزيا قد ايه هم بيعملوا هيمودايناميك انستابيليتي، مايوكارديال ديبريشن افكت، بيعملوا هايبوتنشن، بيعملوا اريثمياز. الاندر جي اي برضو العيان ممكن يتعرض، طبعا هو واخد مصر ريلاكسنت او حتى لو سبونتينيسلي بريذنج ممكن يبقى يحصل له هايبوفنتيليشن او هايبر فنتيليشن، ممكن يتعرض لهايبوثيرميا وممكن يتعرض لفيفر او هايبرثيرميا. برضو العيان ممكن يحصل له بلاد لوس يبقى سيفير، يحصل مضاعفات، يحصل انيميا، يحصل هايبوتنشن. فضروري جدا ان احنا نبقى عارفين امتى هنبدا ندي بلاد ترانسفيوجن اللي هي احنا بنسميها ترانسفيوجن بوينت. العيان برضو بيبقى عنده ثيرد سبيس لوسز اللي هي بتشمل السيرجيكال فيلد واليورين والرايل، اي لوسز في الرايل والانسنسبل ووتر لوسز اللي بتبقى من البريذنج سيركت. طبعا العيان ممكن يتعرض لهايبر برفيوجن ولاكتيك اسيدوزز. محتاجين برضو to monitor and maintain any present medical comorbidity عند العيان من الأول، يعني لو العيان أصلا diabetic, hypertensive, ischemic heart، whatever medical comorbidity عنده إحنا محتاجين إن إحنا manage and control medical illness ده ونتابعه. برضو ممكن يطرأ في السيرجري medical complications و surgical complications، احنا محتاجين ان احنا to manage monitor and manage كل المشاكل دي. تمام. طيب احنا عندنا المونيتورينج بينقسم الى 4 basic monitors. تمام. المونيتورز الأساسية اللي احنا ما ينفعش نبدأ أي سيرجري على الإطلاق من غيرهم، اللي هم الاي سي جي والأرتيريال ساتوريشن والنون انفيسيف بلود بريشر والكابنوغرافي. تمام. الموست تو كريتيكال تايمز اوف انستيزيا ار اندكشن اند ريكفري. انا بحب احيانا التشبيه بتاع ان يعني انستيزيا از لايك فلاينج ا بلين، وان الاندكشن اوف انستيزيا بيبقى زي التيك اوف والريكفري بيبقى زي اللاندنج اوف ذا بلين. وزي ما احنا عارفين الطيار المصري بيبقى اشطر طيار في العالم، لان هو بيعمل الحقيقه بيعمل فيري سموث لاندنج،
لما بتركب الطيران المصري ما بتحسش بالعجل وهو بيلمس الارض فعلا في الهبوط، بتحس اللي هو يعني ايه ده، هو احنا وصلنا. في حين ان اي طيران تاني لو ركبته هتلاقي ان الطيار بيرزعك في الارض ويدبك ويفضل تفضل الطيارة تترجرج لمسافة 5 كيلو قدام لغاية ما الواحد يجيله اتجاك في المخ. طيب ان شاء الله النهاردة المحاضرة بتاعت الانتروبيتيف مونيتورينج دي هتنقسم الى ستاندرد بيزيك مونيتورينج اللي قلنا عليه اللي هو هيشمل الاي سي جي والساتوريشن والبلود بريشر والكابنوغرافي، وهتشمل جزئية اللي هي فيها الادفانسد مونيتورينج والكلينيكال مونيتورينج بتاع كل سيستم، واخيرا وليس اخيرا هيبقى فيها المونيتورينج اوف كنترولد ميكانيكال فنتيليشن. طيب هنبدا ان شاء الله كده من الستاندرد بيزك مونيتورينج. اول حاجه الاي سي جي. الاي سي جي عندنا ايه المعلومات اللي بيديها لي الاي سي جي؟ الاي سي جي بيديني طبعا اول حاجه بيديني الهارت ريت، تاني حاجه بيديني الريتم بتاع العيان، بعرف منه اي اريثمياز في العيان، يوزوالي بيست ايدنتيفايد فروم ليد 2. تمام، بالاضافه الى كده بيديني اي اسكيميك تشينجز في العيان، اس تي اليفيشن او ديبريشن، وعندنا برضو ممكن نعمل اس تي في المونيتور، ممكن نشغل حاجه اسمها اس تي سيجمنت اناليسيس تقول لي اذا كان في اي اس تي سيجمنت اليفيشن او ديبريشن. تمام، طيب امتى بنشغله؟ التايمينج بتاعه throughout the surgery من قبل الاندكشن لغايه بعد الاكستوبيشن وبعد الريكفري بنشيله. عندنا نوعين من الكابلات، عندنا نوع 3 lead ECG وعندنا نوع 5 lead ECG. 3 lead ECG يعني احنا ما بنشوفوش كتير، بنشوف ال 5 lead اكتر. بس بنوصله ازاي؟ ال right lead بنوصله على ال right shoulder او ال right arm، ال left بنوصله ال yellow بنوصله على ال left، وال black بنوصله على ال apex. تمام، ده بيقدر يقرأ لي 3 ليدز فقط، 1 و2 و3 ما يقدرش يقرأ أي بقية الليدز خالص ولا chest leads. تمام، طيب ال 5 lead ECG بنوصله ازاي؟ زي ما احنا عارفين ال right على ال right arm، ال yellow على ال left، ال white على ال central chest lead، وال black تحت ال red، وال green تحت ال yellow. تمام، طيب بنوصله فين الاي سي جي او بنوصله ازاي؟ احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا تو سيلكت افلات بوني بروميننس. تمام، بن افويد السوفت تيشو، بنحاول ان احنا نبقى على بوني بروميننس ويبقى فلات علشان الستيكر ما يقبش من عليها ويفصل. بن افويد الهيري ارياز خالص، ما نلزقش الستيكرز على هيري ارياز عشان بيعمل بور كونتاكت. ولو عندنا عيان مثلا فيري هيري او كده ممكن ابطو ان احنا نعمل شيفينج لاجزاء معينة علشان نقدر نوصل الستيكر يبقى عامل جود كونتاكت مع السكين عليها. تاني حاجة ان احنا بنخليهم وايدلي سبيست عن بعض، ما بنقربش الستيكرز من بعض بقدر الامكان، يبقى وايدلي سبيست فروم ايتش اذر عشان يديني هاير فولتج. لو انا وصلتهم قريبين من بعض بيديني كومبلكس صغير فبضطر اكبر الماجنيتيود، لما بكبر الماجنيتيود بيكبر معاه الارتيفاكتس والالكتريكال انترفيرنس فبيبدا يديني شخبطه كتير ملهاش لازمه. فعشان اتخلص من ده ببعدهم عن بعض من غير ما احتاج ان انا اكبر الامبليتيود بتاع الويف. تاني حاجة ان احنا بننشور good contact with the skin، يعني انا ممكن احط نقطة lubricant gel او KY gel صغيرة خالص على الستيكر بحيث ان هو يبقى عامل good contact مع السكين، نقطة صغيرة خالص بحيث ان اللزق بتاعه برضو ما يفصلش. تمام، طيب لو الالكترودز اللي هوصلها على العيان مش هتبقى اكسسبل اثناء السيرجري، يعني مثلا هوصلها العيان هيتقلب برون او هتبقى او هضطر ان انا اوصلها على ظهره وممكن ان هي يجي عليها بتدين، في الحاله دي انا في الاول بانشور ان الاي سي جي، اول ما اتاكد ان الاي سي جي راسم جو تريس بقوم لازقه الستيكرز عليها ببلاستر كويس بادهيسيف تيب كويس بحيث ان البتادين ما يدخلش يفصل الستيكرز. تمام، عايزه اقول نقطه مهمه جدا هنا في الحته دي يا جماعه، انه من اسوا الحاجات اللي ممكن نتعرض لها ان احنا تلوز ا مونيتور او تلوز المونيتورز بتاعتنا في نص العمليه وما تبقاش اكسسبل، يعني ده بيبقى موقف في الحقيقه سخيف جدا وبيبقى صعب جدا معالجته. كمان عندنا في العيانين اللي هيعملوا ثايرويدكتومي، ثايرويد سيرجري او بريست سيرجري او نيك سيرجري او بيعمل عيان بيعمل في بي شنت مثلا في نيورو، بنحط الستيكرز عادة على الباك وزي ما قلنا مش هتبقى اكسسبل فهنلزقها.
في الابدومينال سيرجري بنحط الستيكرز اباف ذا نيبل لان الجراح بيعقم الابدومين لغايه النيبل بتاعه العيان الا طبعا لو حابين نرخم عليه يعني. طيب اعمل ايه لو الاي سي جي اداني نويز او اداني شخبطه او ارتيفاكتس كتير؟ اول حاجه بانشور او ما رسمش خالص. اول حاجه بانشور جود كونتاكت مع وذ ذا سكن، تمام، ان احنا في نون هيري اريا في بوني بروميننس، حاطين نحط كي واي جل حاجه بسيطه نقطه صغيره ونشوف لو في اي ستيكر فك او لوس او السلك بتاعه فك. بنشور الفيتنج بتاع الكيبل للكونكشن بتاع الكيبل، احيانا بيجي فيه بيتكون فيه يجمع مثلا بلاد او بتادين او ميه من الغسيل او كده، فبنشور ان الكيبل الكونكشن بتاعه كلين وما فيهوش اي مش مجمع اي حاجه. احيانا بنحتاج ان احنا نحط شويه الكحول وننضفه وننشفه. بنشور ان الكيبل نفسه فيتنج في المونيتور نفسه في الموديول بتاع المونيتور. بعد كده بنخش يعني احنا بنمسكه خطوه خطوه من اول العيان لغايه المونيتور. في المونيتور بقى بشوف لو في اي مشكله سوفت وير في المونيتور، بحاول ان انا اجرب ليدز مختلفه. احيانا بعض المونيتورز بيبقى عندي اوبشن ظريف اسمه شو 12 ليدز، فبشغل 12 ليدز واختار منهم اكتر حاجه واضحه او اكتر حاجه شغاله. برضو بحط بعلي الفلتر اللي هو بيعمل فلتريشن بتاع للالكتريكال انترفيرنس بتاع الاي سي جي، ممكن نعلي الفلتر شويه او نخليه ماكسيمم. ممكن بتحكم برضو في السايز بتاع الامبليتيود بتاع الويف في كل ده في المونيتور. كمان حاجه ممكن اعملها ان احنا نوصل المونيتور من وراء بسلك ارضي بحيث ان هو برضو يتخلص من اي الكتريكال انترفيرنس، تمام. طيب شوية رولز كده جنرال خاصة بالإي سي جي. احنا بنخلي البيب بتاعته on، لازم نبقى سمعين الهارت ريت at all times، ممنوع ان يبقى فيه اي silent monitor. وان كنا بنحب دايما يفضل يعني ان السورس بتاع البيت يبقى سمعينه من الساتوريشن، كمان شوية هنقول ليه ان شاء الله. مرة تانية بنأكد على ان clinical judgment بتاعنا في غاية الاهمية، اهم من المونيتور. احيانا بيحصل مع استخدام الكوتري او الدايثيرمي بيحصل ارتفاكت طبعا وبيحصل الكتريكال انترفيرنس مع الاي سي جي فبيقرا رقم غلط. في الحاله دي بحط ايدي على الراديال بالسيشن او بشوف الويف بتاعه البالس اوزيمتر الارتيريال ويف فورم اريلي هارت ريت كام او اتاكد ان هي كويسه وشغاله. لو في اي اريدمياز برضو ممكن احط ايدي على الراديال بالسيشنز اطمن انها كويسه، تمام. طيب ايه الليت اللي انا هسلكت اللي انا هعمل لها سيلكشن؟ زي ما قلنا ان احنا بنفضل ان احنا نشوف الريذم بتاع العيان من ليت 2. الثري ليت اي سي جي مش هيقرا لي غير 1 و2 و3 فقط لا غير، عاده هسلكت منه ليت 2، تمام. الفايف ليد اي سي جي ممكن يقرا لي اي ليد من ال12 ليد، يقرا لي 1 2 3 ويقرا لي اي في ار واي في ال واي في اف ويقرا لي في 1 تو في 6 التشست ليدز، طبعا حسب ما بحرك الوايت تشست الوايت سنترال تشست ليد، تمام. لو عندي 2 شانلز ظاهرين على الشاشه في الديسبلاي يبقى بختار منهم ليد 2 وبختار ليد 5. ليد 2 بشوف منها الريتم وليد 5 بشوف منها الانترولاترال اسكيميا بتاعه الفنتريكل، تمام. وحبذا يعني ويستحسن لو شغلنا الاس تي سيجمنت اناليسس تقول لنا لو في اي اس تي سيجمنت اليفيشن او ديبريشن. تاني حاجه هنتكلم عليها في البيزك مونيتورز هي الارتيريال اوكسجين ساتوريشن، تمام. يعني هو يكاد يكون almost the most important monitor في كل اللي هنتكلم عليهم لان هي بتديني داتا كتير جدا عن العيان. هو الديفينيشن بتاعه ايه؟ هو الاكسجين ساتوريشن هو عباره عن الاوكسي هيموجلوبين او الاكسجينيتد هيموجلوبين على الاكسجينيتد زائد الدي اكسجينيتد هيموجلوبين expressed as a percentage، تمام. مش هنقول على total hemoglobin لان بيبقى فيه ساعات minor او trace amounts of other hemoglobins، فهي يعني بتبقى almost على total hemoglobin، تمام. طيب امتى التايمينج بتاعه امتى بقيس الارتيريال اوكسجين ساتوريشن؟ طبعا throughout the surgery من قبل الاندكشن بناخد اريا بيز لاين على الروم اير دي ناخد بالنا منها في البدايه. throughout the surgery بنكمل وهو it is the last monitor to be removed off the patient، تمام.
قبل ما انقل العيان للريكفري او الرعاية. ده اخر مونيتور بشيله من على العيان. بنكمله في الريكفري روم, او لو هنعمل ترانسبورت للعيان للرعاية بنكمل مونيتورينج بيه. هو اللي بنكمل بيه في الريكفري روم, برضو بيديني داتا كتير. الارتيريال اوكسجين ساتوريشن بيدينا حاجة اسمها الويف فورم بتاعته, اسمها البيثيزموغرافي ويف. تمام, البيثيزموغرافي ويف او الارتيريال ويف فورم بتاعته, وهي انديكيشن ان البلس اوكسيمتر بيقرا الارتيريال اوكسجين ساتوريشن. بمعنى ان هو لو راسم خط مستقيم وقاري رقم, او لو قاري راسم شخبطة وقاري لي رقم, فالرقم ده هعتبره انريلايبل او انكوركت لغاية ما يرسم ويف مظبوطة. تمام, طيب ايه الداتا اللي بيديهاني البلس اوكسيمتر؟ البلس اوكسيمتر بيديني زي ما قلنا ارتيريال اوكسجين ساتوريشن. تاني حاجة بيديني الهارت ريت في حالة مثلا الاي سي جي فصل, او الكوتري في اي مشكلة حصلت فيه, او محتاجة ان انا تو دبل تشيك, فهو بيقرأ لي برضو الهارت ريت. تمام, بيديني فكرة عن البريفرال بيرفيوجن ستيتس بتاع العيان, لان العيان الارتيريال ويف فورم دي طول ما هي رسمة من الفينجر او من التو بتاعة العيان, فهي معناها ان في جود بريفرال بيرفيوجن. بيأكسكلود ان العيان في هايبوتنسيف ستيت او شوك ستيت او في هايبوثيرميا, فهو بيديني انديكيتور بيطمني ان البريفرال بيرفيوجن ستيتس بتاع العيان كويس. تمام, بيدينا برضو فكرة عن الريذم بتاع العيان, وان كان هو مش بيحدد لو في اريثميا, هبقى هاخد بالي ان في ابنورماليتي في شكل الويف بتاع البلاثيزموغرافي, لكن مش هعرف احدد ايه نوع الاريثميا بالظبط غير من الاي سي جي. احنا هنشوف هنا مع بعض مثلا, هنا رسمة البلاثيزموغرافي ويف بتاعت البلس اوكسيمتر. هنلاحظ هنا ان في كومبلكس صغير جاي بدري عن ميعاده وبعديه بوز كده. هاخد بالي ان في الفوليوم بتاعه كمان اقل من الفوليومز التانية. هاخد بالي ان في مشكلة في الريتم, لكن انا مش هعرف احدد هي نوعها ايه بالظبط من غير من الاي سي جي. تمام, هنا برضو مثلا الارتيريال البيثيزموغرافي ويف اهي موجودة هنا اهي, رسمة يعني كومبليت irregularity. في مقابل ذلك طبعا الاي سي جي مبين لي هنا ان العيان ده عنده رابيد اي اف, والهارت ريت بتاعه uncontrolled 102 رابيد اي اف. وهنا الارتيريال ويف فورم بتاع البلس اوكسيمتر مبين ان في irregularity في الريت وفي الفوليوم, فبقدر اعرف ان في مشكله في الريت. كمان حاجه ان طبعا البلس اوكسيمتر في حاله الكاردييك ارست مش هيرسم اصلا. في حاجة مهمة جدا بالنسبة للبولس اوكسيمتر, وهي الصوت بتاعه. الصوت بتاعه ليه تون معين, وبيحصل تون تشينج مع الهايبوكسيا او مع الدي ساتوريشن. التون في الهاي ريدنجز بتاعته فوق 90 بيبقى صوت رفيع وحاد وهاي بيتشت. تمام, وكل ما بيبدأ الساتوريشن ينزل او يحصل هايبوكسيا بيبدأ يتخن الصوت بتاعه, يتخن يبدأ يبقى لو بيتشت وديب ساوند وتخين. فعشان كده احنا بنفضل ان صوت البلس اوكسيمتر, ان صوت المونيتور يبقى السورس بتاعه او البيب بتاعه يبقى من البلس اوكسيمتر, يفضل اكتر من ما يكون من الاي سي جي, علشان اقدر من غير ما ابص على المونيتور اقدر ان انا ابقى سامعه الهارت ريت كام, واقدر يعني اقدر ايدنتيفاي بودني كده الهارت ريت تقريبا الريت بتاعه كام وماشي ريجولر ولا لا, واقدر كمان ابقى عارفه ان الساتوريشن كويس, ولو حصل تشينج اخد بالي انتبه ان في تغيير في الصوت. تمام, طيب احنا بنحطه فين البلس اوكسيمتر ده؟ بنأتاتش البلس اوكسيمتر على الفينجر بتاع العيان, او ممكن على التو برضو لو الفينجر مش اكسسبل او في مشكله. اي نيل بولش المفروض ان هو يبقى شوت بي ريموفد او العيان ما يدخلش بيها. ممكن برضو نحطه على الاير لوب. تمام, في الانفنتس وفي النيونيتس ممكن البولس اوكسيمتر ممكن نحطه على تو فينجرز. طبعا يعني هم بيبقى ليهم بولس اوكسيمتر حجمه صغير, لكن لو مش موجود ممكن احط البولس اوكسيمتر الحجم كبير. ممكن احطه على تو فينجرز, ممكن احطه على الهاند كلها, ممكن احطه على الريست كمان حوالين الريست بتاع النيونيت. تمام, عادة بنوصله في الليمب مع الاي في لاين اللي هو بيبقى عكس البلد بريشر كاف.
طيب ده بس بيورينا كده فكرة هو بيشتغل ازاي. البلس اوكسيمتر هو عبارة عن فوتو ديود هنا بيميت لايت ات انفراريد لايت ات سبيسيفيك ويف لينث، بيطلع تو سبيسيفيك ويف لينث بيبقوا ترانسميتد اكروس الفينجر بتاع العيان وبيبقوا ريسيفد الناحية التانية عن طريق فوتو ديتكتور. هو بيبدأ بعد كده يحسب من خلال الويف لينث دي بيقدر يحسب لنا البلس الساتوريشن قد ايه. تمام. النورمال ريدنجز بتاعته ايه على النورمال بيرسون على الروم اير؟ الروم اير احنا عارفين طبعا ان هو نسبه الاكسجين فيه 21%، النورمالي شود بي اكتر من 96%. تمام. اندر جي اي العيان هيبقى على 100% اكسجين او 50% اكسجين حتى لو احنا فاتحين اكسجين اير او اكسجين نيتروس، برضو should be about 98-100% should be more than 96%. تمام. مفروض يكون اكتر من 96%، مش مقبول يكون اقل من كده. لو قل عن كده under GA مع 100% او حتى مع 50% اكسجين نبتدي ندور على سبب المشكلة دي ايه. تمام. اقل من 90% بنعتبره هايبوكسيميا، اقل من 85% بنعتبره سيفير هايبوكسيميا. تمام. طيب ايه الفالسيز او الانكيوروسيز بتاعه البلس اوكسيمتر؟ امتى هقول ان الريدنج دي مش ريلايبل او فيها غلط ما او خطا؟ احيانا بيبقى ميس بليست على صباع العيان او بيبقى سليبت شويه من على صباع العيان. احيانا بيبقى البيشنت موفمنت او شيفرنج العنيف مش هيقرا بلس اوكسيمتر طبعا كوركت ارتيريال ويف فورم خالص، وبالتالي الرقم هيبقى غلط. الموفمنت مثلا زي طفل صغير لما بيبقى بيعيط وبيرفص في الاول، برضو ما بيبقاش قاري قرايه صحيحه في البدايه. برضو في البور بريفرال بيرفيوجن ستاتس. تمام. في حاله الكولد اكستريميتيز، في حاله الهاي بوتنشن، في حاله الشوك، مش هيقرا لي ارتيريال ويف فورم والرقم بتاعه هيبقى غير صحيح. برضو احيانا برضو عشان ندفي الايد شويه بنجيب جلوف كده جوانتي ونحط فيه شويه ميه دافيه بس ما تبقاش سخنه قوي علشان ما تلسعش العيان، وبنحطه في ايد العيان عشان تدفيها ويبدا يقرا بلس اوكسيمتر ويف فورم احسن من كده شويه. برضو النيل بيجمنتس والنيل بولش ممكن يبقوا سورس اوف ايرور في القرايه بتاعه البلس اوكسيمتر. الكاردياك ارست طبعا بلس اوكسيمتر قرايته مش هتبقى ريلايبل خالص. احيانا في بعض المونيتورز او بعض الاجهزه اللي بيحصل الكتريكال انترفيرنس من جهاز الكوتري او دايثيرمي برضو بيحصل ارتيفاكت في البلس اوكسيمتر والقرايه بتاعته في بعض المونيتورز مش كله. تمام. اهم حاجه بقى ان البلس اوكسيمتر في حاجه اسمها ديلي تايم او لاج تايم. اللاج تايم ده يعني قد يصل up to 30 seconds في القرايه، ده اول ما بنوصله من العيان بياخد وقت على ما يقرا، او ممكن يزيد عن 30 ثانيه كمان. في المشكله كمان بتبقى لو العيان بدا يحصل له هايبوكسيا او دي ساتوريشن، انت عينك ممكن تشوف اللون بتاع العيان الساينوزس في لون العيان قبل ما حتى البلس اوكسيمتر يبدا يحصل فيه دي ساتوريشن، يعني هو بيتاخر شويه عن عينك. عشان كده بنقول برضو وبناكد ان الكلينيكال مونيتورنج والستنس بتاعنا اهم من البلس اوكسيمتر. يعني ممكن البلس اوكسيمتر العيان يبدا يحصل له ساينوزز والبلس اوكسيمتر لسه قاري في التسعينات، والعكس ممكن العيان برضو يبدا لونه يتحسن ويبدا يبقى لونه بينك ولونه كويس وهو البلس اوكسيمتر لسه قاري في الستينات او في الخمسينات. تمام. فعينك هتلقط اسرع من البلس اوكسيمتر. زي ما اتفقنا ان في رولز كده هنكيب البيب بتاع الاودبل بيب بتاع البلس اوكسيمتر اون طول الوقت. لازم نفضل منتبهين جدا paying attention، ودنك سمع البلس اوكسيمتر all the time. ممنوع المونيتور يبقى silent او صوته واطي، لازم ابقى سمعاه all the time. زي ما اتفقنا clinical judgment بتاعنا much more important و much more superior، it's not to be ignored خالص. هنشوف نقدر نشوف الساينوزز في اللبس والنيلز بتاعت العيان. لو حصل هايبوكسيميا او بدا الساتوريشن البلس اوكسيمتر يقرا ساتوريشن قليل او بدا يقل، ايميديتلي هتشيك ان هو مكانه مظبوط على الفينجر بتاع العيان، اتاكد ان الضغط مش بيقيس عليه، ابص على الكولر بتاع النيلز النيل بيد بتاع العيان واللبس، ولو اتاكدت فعلا ان بدا في ان دي هايبوكسي حقيقيه اي ويل كول فور هيلب ايميديتلي. تمام. طيب نيجي للبلاد بريشر، ثالث بيزك مونيتور.
هو عبارة عن ايه؟ البلد بريشر ده اوتوميتد بلد بريشر بيقيس لنا ثلاث قياسات، بيقيس لنا السيستوليك وبيقيس لنا الدايستوليك وبيقيس لنا المين ارتيريال بلد بريشر. هتلاقيه قايس بين قوسين كده كاتب رقم المين ارتيريال بلد بريشر. قيمته ايه؟ قيمته is to avoid and manage extremes of hypotension and hypertension بتاعة العيان. طبعا التارجت بتاعي ان انا to maintain الهيمودايناميك ستابلتي بتاعة العيان، to avoid decrease في المين arterial blood pressure اقل من 60 مليمتر mercury عشان احافظ على السريبرال وعلى الرينال perfusion، و avoid decrease في الدايستوليك blood pressure اقل من 50 مليمتر mercury علشان احافظ على left coronary perfusion، لان left coronary بيعتمد على الدايستوليك pressure. كمان to avoid extremes of hypertension. تمام. طيب ايه مشاكل او complications بتاعت الهايبرتنشن اللي ممكن تحصل للعيان؟ طبعا دي هتبقى mainly cardiovascular complications و neurological complications. cardiovascular زي ان العيان يحصل له myocardial ischemia او MI او يحصل له pulmonary edema. طبعا CNS complications زي ان هو يحصل له stroke, intracranial hemorrhage او يحصل له hypertensive encephalopathy. ايه مشاكل بقى الهايبوتنشن اللي ممكن تحصل للعيان؟ برضو كارديوفاسكولر وسي ان اس مينلي. طبعا برضو نفس الشيء مايكارديال اسكيميا او ام اي. نيورولوجيكال ممكن يحصل له ستروك، برضو اسكيميك ستروك يحصل له. يحصل له بقى لو برولونجد يحصل هايبر برفيوجن ستيت، ميتابوليك اسيدوزز، ممكن يبقى ديليد ريكفري في اخر العمليه، ممكن الكيدني الرينال يحصل له رينال شوت داون. تمام. طيب امتى برضو بعمل مونيتورنج للبلد بريشر؟ throughout the surgery، من بدايه خالص برضو باخد قرايه بيز لاين قبل ما ابدا السيرجري، خاصه لو العيان هايبرتنسيف. حتى في الاندكشن روم احنا ممكن يستحسن ان احنا ناخد القراءه دي من الاندكشن روم، عشان لو في العيان هيتاجل لاي سبب ما ما يدخلش اوضه العمليات. throughout the surgery to be continued لغاية بعد الاكستيويشن وبعد الريكوفري، بعد ما نطمن العيان الاكستيويشن خلاص تم بسلام. تمام. الفريكونسي اوف ميجرمنت بتاعنا عادة الديفولت بنخليه كل 5 دقايق تقريبا. لو العيان مثلا لسه واخد سباينال انستيزيا او في كونديشن مثلا هيمودايناميك انستابيليتي او مديين هايبوتنسيف انستيزيا او دراجز بتعمل هايبوتنشن، ممكن نخليه كل الفريكونسي بتاعته كل 3 دقايق. والله لو العيان مثلا اويك واخد حاجه لوكال او واخد ريجنال، واخد ريجنال بلوك او واخد حاجه لوكال واحنا بنسميه اندر مونيتورد انستيزيا كير، ممكن نخليها كل 10 دقائق او ربع ساعه، علشان اصلا العيان مش هيبقى عنده يعني هيمودايناميك تشينجز عنيفه، هتبقى مينيمال خالص، وفي نفس الوقت ان احنا نقلل البيشنت ديسكومفورت من الضغط كل شويه يزنق على ايده. طيب ازاي بنسلكت الابروبريت كاف سايز بتاع العيان؟ احنا الكاف سايزز افيلبل عندنا من اول السايز بتاع النيونيت، عندنا الانفنت البيدياتريك الادلت، وعندنا الكاف كبير جدا ساعات بيبقى لونه احمر اللي هو بتاع الموربيد اوبيز انديفيديولز. تمام. الكوركت كاف سايز، الكاف المفروض ان هو يبقى تقريبا 1 إلى 1.5 اللم سيركمفرنس بتاع العيان، ويبقى تقريبا برضو هنا زي ما احنا شايفين هو يبقى تقريبا عرض الليمب ديامتر، بيبقى مكتوب كل كف بيبقى مكتوب عليه الليمب سيركمفرنس المناسب ليه، وبيبقى موجود عليه برضو علامة كده نقدر نشوف منها الليمب ديامتر بتاع العيان، او اللي هو ايه يبقى تقريبا عرض الليمب بتاع العيان، بتبقى العلامة دي موجودة. احنا مش بنقيس يعني بشكل دقيق او احنا بناخدها بشكل تقريبي يعني، لكن يهمنا نعرف ان الكاف لو تو تايت على دراع العيان هيدينا فولس هاي ريدينج، لو تو لوس على دراع العيان هيدينا فولس لو ريدينج. تمام. هنا برضو الرسمة دي بتوضح ان هنا دي ده تقريبا مفروض يبقى عرض الدراع بتاع العيان، هنا رسم لي الليم سيركمفرنس يبقى اراوند من 16 إلى 21 سنتيمتر في الكاف دي. تمام. طيب بنحطه فين البلس الجهاز الضغط؟ بنوصله ازاي؟ بنوصل بيبقى فيه علامة بتاعة الارتري، المفروض ان هي تبقى على الارتري اللي انا هقيس منه يبقى العلامة دي اللي هي تقريبا بتبقى في نفس المستوى اللي بيطلع منه الخرطوم او الهوس بتاع الكونكشن بتاعه، بتبقى في نفس المكان تقريبا، ده المفروض ان هو يبقى متواجد على الارتري اللي انا هقيس منه. انا اقدر اوصله على الارم بحيث ان هو يقرأ من البريك الارتري،
ويستحسن ان احنا نشيل الكم بتاع الجاون او اي لبس العيان لابسه. ممكن برضو نحطه على الفور ارم في الموربيدلي اوبيز انديفيديولز بحيث ان هو يبقى الارتري على بيقرالي من الراديال ارتري. ممكن يتحط على الثاي او على الكاف ماسل بحيث ان هو يبقى بيقرالي من البوبليتيال ارتري, وبرضو في الحاله دي بحط علامه الارتري على البوبليتيال ارتري. تمام. البوزيشننج بتاعه زي ما قلنا بنحطه على الارتري. عاده بنفضل ان احنا نحطه في الليمب مع عكس البالس اوزيمتر والاي في لاين عشان مش كل شويه يضغط يقفل الاي في لاين او يوقف قرايه البالس اوزيمتر. ما عدا طبعا لو في البريست سيرجري او في ارم سيرجري يعني فبنوصله في نفس الناحيه اللي فيها الاي في لاين والاكسجين ساتوريشن برو, ما فيش مشكله. في حالتين بأفويد ان انا اوصل الضغط على الارم دي. الارم دي لو فيها اي في جرافت او فيها اي في فيستولا بتاعه الرينال دايلسيس, العينين الانستيج رينال دايلسيس انستيج رينال فيلير اون دايلسيس, بأفويد ان انا اوصل عليه البلود بريشر كاف لسببين, علشان ما يعملش دامج للجرافت ودي حاجه فيري بريشس طبعا, وعلشان ما هيقرا لي ان اكوريت ميجرمنت لو انا قريت منه. تمام. والحاجه الثانيه العيان لو عامل قبل كده previous radical mastectomy, العيانه لو عامل قبل كده previous radical mastectomy. طيب والله لو وصلته وما رضيش يقرا, جهاز الضغط مش راضي يقرا, بعمل ايه؟ برضو بعمل تشيك على كذا حاجه. احيانا بيبقى البريشر لاين ديسكونكتد. تمام. احيانا بيبقى الكاف بتاعه الجهاز الضغط بتبقى damaged, بيبقى فيه منها ليك فما بتبقاش عارفه تنفخ كويس. احيانا بيبقى اللاين بتاع الخرطوم نفسه بيبقى كومبرست في حاجه معينه, تحت حد دايس عليه برجله او تحت ترابيزه. احيانا بيبقى اللاين ده فيه ميه من الغسيل بين حاله وحاله, وهم بيغسلوا بلاد بريشر كافس او كده دخل فيه شويه ميه. احيانا بتبقى المشكله من المونيتور, من السوفت وير نفسه بيبقى معمول على ستاتينجز بتاعه نيونيت او انفانت او بيدياتريك ليميتس بتاعته, فبيبقى مش عارف يعمل انفليشن كويس. احيانا اثناء السيرجري السيرجن او الجراح او بيبقى ضغط عليه او لينينج عليه شويه. احيانا طبعا لو هو مش الارتري مش محطوط كويس على مكانه او لافف مثلا على كوع العيان من ورا او جاي على حاجه بوني او في كلودنج كتير, هتلاقي القرايه مش اكوريت ومش كوركت. وزي ما قلنا برضو ان الكاف هنعيد تاني ان هي لو تو تايت هتبقى فولس هاي, ولو تو لوس هتبقى هتديني فولس لو ريدنج. هنكرر تاني هنا برضو ان الكلينيكال جادجمنت بتاع البولس بتاعنا مور سوبيريور عن المونيتور. لو في اي لحظه القرايه اللي لقيتها كانت اكستريم, لقيت تقاري قرايه واطيه, بحط ايدي على طول على البريفرال بولس فوليوم. تمام. بحس الريديال ارتري او الدورسال سبيدس ارتري الاكسسبل فيهم او سوبرفيشال تمبرال ارتري. لو حسيت اي حاجه منهم يبقى لو حسيتهم يبقى غالبا السيستوليك بلاد بريشر فوق 90. لو ما حسيتهمش يبقى فعلا القرايه واطيه والسيستوليك بلاد بريشر اقل من 90. برضو لو المديني قرايه عاليه جدا احط برضو ايدي على البريفرال بولسيشنز, وفعلا لو القرايه عاليه هتبقى الراديال بولسيشنز او هحس البولسيشنز هامرنج في ايدي فعلا. تمام. برضو بتشيك بالبيشنت كولر, بالبالور في اللبس, البالور بقدر اشوفه في اللبس او في التونج او في النيل بيد او في الكونجنكتيف. تمام. طيب نيجي لاخر واحد من البيزك مونيتورز وهو الكابنوغرافي. الكابنوغرافي ده الديفينيشن بتاعه هو it is a continuous waveform in continuous CO2 measurement displayed as a waveform sampled from the patient's airway during ventilation. نفرق بس ما بين كلمة كابنوغرام وما بين كلمة intidal CO2. كابنوغرام هي رسمة الwaveform نفسه, الintidal CO2 دي نقطة معينة على الكابنوغرام. هي it is a point, الintidal is a point on the capnogram, it is the final point of measurement at the end point of the patient's expiration before inspiration begins again, and it is usually the highest measurement CO2 measurement during ventilation. نشوفها هنا على الكيرف. دي ده رسمة الكابنوغرام الويف, ودي نقطة الintidal CO2. تمام.
It is usually expressed as millimeter mercury, and في بعض المونيتورز ممكن نلاقيها expressed as a percentage. في بعض المونيتورز هتشوفوها مكتوبة percentage أو كيلو باسكال. في الحالة دي احنا مفروض ان احنا علشان نحولها الملليمتر ميركوري بنضربها في 7.6 أو تسهيلا بنضربها في 8 علشان ما يبقاش فيه كسور. تمام. طيب ايه الـ phases of الكابنوجرام؟ اول فيز عندنا البيز لاين بتاعه اللي هو الاي بي لاين اللي قدامنا هنا, ده الفيز بتاع الانسبيريشن. تمام. والمفروض ان هو نورمالي شود بي زيرو. بعد كده عندنا الابستروك اللي هو ده الاكسبيراتوري ابستروك. بعد كده عندنا بلاتو. بعد كده اخر نقطه في البلاتو هي الانتايدل سي او 2. وبعد كده عندنا الداون ستروك بتاع الكابنوجرام, وبعد كده يرجع يبقى انسبيراتوري فيز تاني. تمام. طيب نشوف هنا رسمة أوضح. هنا الـ زي ما احنا شايفين الانسبيراتوري فيز. تمام. أو البيز لاين. بعد كده الأبستروك. ما بين الأبستروك والبلاتو عندنا حاجة اسمها الألفا أنجل, وهنقول إيه دلوقتي الفاليو بتاعها. بعد كده عندنا البلاتو, وآخر البلاتو خالص هنا نقطة الانتايدل سي أو 2. وما بين البلاتو والداونستروك عندنا البيتا أنجل, برضو هنقول قيمتها إيه. بعد كده عندنا الداونستروك. طيب النورمال رينج بتاع الكابنوجرام بيبقى ما بين 30 الى 35 مليمتر ميركوري, وعاده ده بيبقى اقل من الارتيريال بي اي سي او 2 بحوالي 5 مليمتر ميركوري, وده سببه ان بيبقى فيه شويه دايليوشن كده من الديد سبيس فنتيليشن. تمام. وده بنسميه الارتيريال انتايدل جريدينت او ديفرنس. تمام. فده الفرق ما بينهم, اللي هي البي اي سي او 2 اللي هتطلع لنا في قرايه الاي بي جي. طيب ايه قيمة الكابنوجرام؟ الكابنوجرام بيديني الحقيقة معلومات كتير جدا وداتا كتير جدا في غاية الأهمية. أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة للإندوتراكيال انتيبيشن, it is the most sure sign of successful endotracheal intubation. تمام. بقدر أعرف منه successful endotracheal intubation ولا الأنبوبة دي esophageal intubation. تمام. تاني حاجة الفنتيليشن, بيقولي لو العيان hypoventilated أو hyperventilated, بيوريني برضو في العيان حاجة اسمها coronary cleft هنشوفها دلوقتي. تمام. بيقول لي برضو داتا مهمة عن البالمونري بيرفيوجن بتاع العيان, لو حصل بالمونري امبوليزم بقدر اعرف من الكابنوجرام. بيقول لي داتا عن البريدنج سيركت, لو في بريدنج سيركت, لو في ديسكونكشن, لو في كينك او ليكج, لو في اوبستراكشن, لو في مشكلة في اليوني دايركشنال فالفز بتاعتهم فيها ديسفانكشن, لو في ريبريدنج في السيركت, او لو في اكزوستد سودا لاين. طبعا دي كلها معلومات في غايه الاهميه كابنو بيديها لي. لو في كاردياك ارست بيبقى الكابنو برضو مهم جدا, بيديني ثلاث معلومات. اولا في الدايجنوزز بتاع كاردياك ارست بقدر اعرف من الكابنوجرام على طول ان بيبقى في سادن ديكريس في الانتايدل سي او 2. تمام. تاني حاجه الادكوسي اوف الريسسيتيشن, واحنا بنعمل اثناء السي بي ار, لو احنا بنعمل افكتيف سي بي ار الكابنو هيبقى قاري فوق ال 20 مليمتر ميركوري. في نفس الوقت هو جود بروجنوستيك, ليه بروجنوستيك فاليو في الكاردياك ارست, لان لو العيان بعد الريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيليشن, لو العيان رجع من الكاردياك ارست برضو الكابنوجرام لو قاري قرايه فوق ال 20 بعرف ان ده جود بروجنوستيك ساين للعيان. تمام. طيب نتكلم بس تفاصيل بسيطه كده عن الديفرنت ويف فورمز بتاعه الكابنوجرافي, وبقدر اعرف منها اشخص منها ايه. اول حاجه هنا زي ما احنا شايفين الرسمه دي كاركترستيك للاسوفجيال انتيبيشن, لما بنحط الاندوتريكيال تيوب علشان اقول ان هي كوركتلي بليست في مكانها, يبقى لازم الكابنوجرام يرسم لي 5 سكسيسيف ويفز. تمام. في حاله الاسوفجيال انتيبيشن ما بيقدرش يكمل 4 ويفز ورا بعض. تمام. فدي كاركترستيك للمنظر الاسوفجيال انتيبيشن. تاني حاجة لو في هايبركاربيا, لو في انتايدل سي او 2 عالي, لو الانتايدل سي او 2 عالي والعيان بدأ يدخل في هايبركاربيا, ايه الاسباب اللي ممكن تخلي حاجة زي كده تحصل؟ يا اما ان يبقى في انكريست سي او 2 برودكشن زي في فيفر مثلا, او العيان فاير توكسيك كرايسيس, او في مالجنانت هايبرثيرميا, او العيان خد بايكارب انفيوجن, او في هايبوفنتيليشن. تمام. او ان العيان مثلا بيعمل لابروسكوبيك سيرجري, لما بينفخوا بطنه بتتنفخ بجاز السي او 2, فساعات لو العمليه طولت بيحصل منه شويه ابزوربشن برضو بيعلي السي او 2.
بيعلي الانتايدل سي او 2 وبرضو الشيفرينج. او ممكن يبقى فيه decreased CO2 elimination زي ان انا الفنتيليشن بتاعي انا عاملة inadequate ventilation او في مشكلة عاملة inadequate ventilation bronchospasm ARDS او العيان فيه decreased pulmonary compliance. طيب ايه اللي يعلي الانسبايرد CO2 بقى؟ الانسبايرد CO2 زي ما قلنا هو اللي هو البيزلاين بتاع الكابنوغرافي ويف اللي هي المفروض ان هي تبقى النورمال بتاعها ان هي ترجع للزيرو. احيانا في بعض الاوقات هتشوفوا المنظر ده على المونيتور ان البيزلاين مش راضي يرجع للزيرو او في أبة كده او في ويف وهيبقى الرقم بتاع الانسبايرد قالي رقم اعلى من الزيرو. تمام ده ايه اسبابه؟ طبعا ده اشهر اسبابه ان قد يكون الصودا لايم اللي انا فتحاه اللي انا مش اللي شغاله بي اكزوستد سي او 2 ابزوربر او الانسبيراتوري فلو اللي انا فتحاه انسفيشنت. يبقى في الحاله دي بضطر ان انا اعلي الانسبيراتوري فلو وبعد العمليه ما بتخلص بغير الصودا لايم بين عيان وعيان. تمام السي او 2 المفروض الانسبايرد يعني يبقى زيرو طبعا لكن هو لو وصل لغايه 4 مثلا it is accepted ممكن نكمل بي اعلى من كده هبتدي ان انا اخد خطوات في المانجمنت. تمام طيب هنشوف هنا decrease في الانتايدل سي او 2 او هايبوكاربيا. تمام ده منظر الهايبوكاربيا اسبابها ايه؟ اسبابها ان هي اما ان هي تبقى decreased CO2 production زي ان العيان دخل في هايبوثيرميا او دخل في هايبوتنشن فبالتالي يعني بدا decreased cardiac output يقلل pulmonary perfusion والجاز اكستشينج فبالتالي هيقرا هنلاقي دايما ان لما الضغط بيوطى الانتايدل CO2 بيوطى معاه او ممكن يبقى بسبب the increased elimination بسبب مثلا hyperventilation ان احنا عاملين hyperventilation للعيان او كده. في حاجة مهمة جدا بقى ان الهايبوكاربيا اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي يبقى gradual decrease في CO2 ان احنا مثلا نبقى بادئين العملية على 32 ويبدأ يحصل gradual wash للCO2 دي ما فيش منها مشكلة. اما ان يحصل sudden decrease في CO2 في الانتايدل CO2 دي ساين في غاية الأهمية ودي ساين عادة بتدل على مصيبة سودة لازم ننتبه ليها كويس جدا. sudden decrease CO2 ده معناه ان يا اما العيان حصل له pulmonary embolism يا اما العيان حصل له cardiac arrest. sudden بمعنى ان هو مثلا يبقى ماشي في رينج مثلا 32 او مثلا 26 وفجأة ينزل من 26 ألاقيه بقى 15 أو 12 فده اسمه sudden decrease في CO2 ده very alarming sign لازم أخلي بالي منها. طيب لو الكابنوجرام يعني كان بيرسم وفجأة رسم لي sudden flat tracing وما بقاش بيرسم إيه الأسباب اللي ممكن تعمل كده؟ دي ممكن طبعا تبقى بسبب breathing circuit disconnection حصل disconnection في أي مكان الendotracheal tube بقت slipped. تمام او حصل ممكن يكون حصل obstruction او occlusion في السامبلينج لاين بتاع الكابنوجرافي نفسه ممكن يكون اتفك او حصل فيه occlusion شويه ووتر فيبر دخلوا سدوه. تمام طيب المنظر ده هنا اللي بنشوفه هنا احيانا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن احنا قلنا ان هنا في المكان ده بيبقى فيه ما بين الابستروك والبلاتو بيبقى فيه حاجه اسمها الالفا انجل. تمام الالفا انجل دي لو لوست ولقينا الويف طالعه كده شكلها الابستروك بيبقى ستيب ابستروك كده مايل وستيب ده عاده بيدل على ان في اوكلوجن او في اوبستراكشن في الايروي عاده بيدل على ان في مثلا برونكوسبازم او في اوبستراكشن في اي مكان ما او ان العيان يكون اوريدي سي او بي دي من الاول خلاص فده المنظر بتاع الاوبستراكتيف باترن بيبقى عامل كده فيه loss of alpha angle. الحاجه الثانيه العكس بقى اللي هي loss of beta angle اللي هي loss of الانجل اللي هي ما بين البلاتو وما بين الداون ستروك بنلاقي المنظر بتاعه عامل كده. loss of beta angle دي عاده بتبقى indicator of leakage معنى كده ان انا عندي leakage من السيركت ادور على السورس بتاع leakage فين بدور عليه مثلا في الووتر ترابس بشوف البورتس بتاعه السامبلينج لاينز احيانا بيبقى فيه غطا من الغطيان دي متشال اشوف السودا لايم كانستر
احيانا بيبقى فيه ليكج منه. وما ننساش برضو ان احنا ممكن الليكج احيانا يبقى من الاندوتراكيال تيوب كاف نفسها، انها تكونش منفوخه كويس او اتخرمت او فضيت شويه او كده، دي برضو انه سورس اوف ليكج في السيستم نتاكد منه. تمام. حاجه تانية برضو ظريفه بنشوفها في الويف بتاعه الكابنوجرافي، المنظر ده الديبريشن ده او كليفت ده بنسميه كوراري كليفت، معناها ان العيان راجع من المصر ريلاكسنت بيحاول يعمل بتبقى سبونتينيس بريذنج ترايلز كده العيان بيحاول يعملها، فبعرف ان العيان بدا يرجع من المصر ريلاكسنت. تمام. طيب ان شاء الله بس هختم الجزء ده من المحاضره بتاعتنا بان احنا توصيه كده مهمه جدا يا جماعه، رجاء بليز نخلي بالنا كويس جدا من كابلات المونيتورز بتاعتنا، نحافظ عليها يعني ما بين العيان والعيان، ما نسيبهاش مرميه على الارض، بعد العيان ما يخلص ما نسيبهاش مرميه على الارض بنعلقها، لان المونيتور لما بيبوظ يعني احنا اكتر ناس بنعاني من المونيتور لما بيتكسر او بيبوظ او بيبقى دامجد. تمام. فياريت نحافظ عليها زي ما بتتعامل مع الشاحن بتاعك، تتعامل مع الكابلات بتاعتنا زي ما بتتعامل مع السماعات بتاعت موبايلك او الشاحن بتاع اللابتوب بتاعك. تمام. ان شاء الله نستكمل الجزء الباقي في المحاضره، في الجزء الثاني من المحاضره، وشكرا ليكم.